أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل من السماء إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليه من إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أولم يأتِ بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
صدق الله العظيم. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta nomor urut 014. Kepada peserta nomor urut 014, dimohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 015. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك كثيرا مما تقول وإنا فينا ضعيفا. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذكريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهو الذي
الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وسهرا استطاعوا من قيام وما كان منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كان وقوم نوح من قبل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم نذير ففروا إلى الله إني لكم نذير إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم كذلك ما أتى الذين
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor urut 015 kepada peserta nomor urut 015 dimohon maju ke mimbar takbir. Lanjut dengan persiapan peserta nomor urut 016. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخلف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف ومن هو مستخف ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بشيء بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يغفر لهم ما قد سلف
وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. فَإِنِ فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ دنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين
آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ولا يهدي فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من أصحاب فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ إِنَّ مَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ سورة الْقَلَمْ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبشر ويبشرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor urut 017 kepada peserta nomor urut 017 dimohon maju ke mimbar tahfidz. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 018. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي نفعا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب بما ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون فلما جاءت سكينة أهكذا عرشك فلما جاءت سكينة أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح دخل الشرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن
إنه صرح مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يحتسبون satu peserta satu video ya. Pulang. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an ya'budullaha fa idahum fariqan yahtasibun. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم
شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta nomor urut 018. Kepada peserta nomor urut 018 dimohon maju ke mimbar tahfidz. Dilanjutkan dengan persiapan peserta nomor urut 019. Satu peserta satu video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bi'i sinin. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Wa yawma idhi yafrahul mu'minun bi nasrillah. Yansuru man yasha. Wa huwa al-ghafur. وهو الحكيم وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم يود لو يبصرونهم يودون لو يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه والذي
Sadaqallahul Azim. Ini satu peserta satu video ya. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor urut 019 kepada peserta nomor urut 019 dimohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 020. وأخذه الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَالْأَسْبَاطِ وأوحينا إلى إبراهيم وإسحاق وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأوحينا إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويوسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون إذ يقول نحن أعلم بما يستمعون يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار إنما توعدون لواقع
فإذا إنما توعدون لصادق السماء وإن الدين لواقع السماء لكن حبك إنكم لفي قوم مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون صدق الله العظيم. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 020. Kepada peserta nomor urut 020, dimohon maju ke mimbar tahfidz. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 021. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. آخر سورة الصافات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعلموا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون
إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كولي الحميم خذوه فاعتلوه سواء خذوه فاعتلوه في سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في جنة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين صدق الله مولانا العظيم. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor urut 021 kepada peserta nomor urut 021 mohon maju ke mimbar takfir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 022. يسألونك ماذا أحل لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام قل أحل لكم الطيبات وطعام يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمحصنات من الذين والمحصنات حل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيلك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلوا عنك فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ومكر إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الأمر
Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 021. Inilah penampilan peserta nomor urut 022. Kepada peserta nomor urut 022, mohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 023. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بينهم فيه
فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو وما يأمر بال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا
وقولوا لا تذرن ودًا وقولوا لا تذرن آلهتكم ودًا ولا سوء ولقى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Hadirin yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 024. Kepada peserta nomor urut 024 dimohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 025. Ini satu peserta satu video ya. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه يشاء ويهدي
يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة
شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون peserta nomor urut 026.
kepada peserta nomor urut hal 26 dimohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 27. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا صادقين وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون طلب بك يا مجد قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ألم
أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأن مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون صدق الله العظيم. Berikut kami panggil peserta dengan nomor urut 027 kepada peserta nomor urut 027 dimohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 028. Ini satu peserta satu video ini. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وَإِذَا شُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ وَإِذَا شُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وَإِذَا شُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ وَإِذَا شُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. كان علقة فخلق فسوى
فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta nomor urut 028. Kepada peserta nomor urut 028, dimohon maju ke mimbar takbir. Dilanjut dengan persiapan peserta nomor urut 029. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وتراب وعندهم قاصرات الطرف أقراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للظالمين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا ما يذوق حميم وغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق.
مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إن أنتم إلا مفترون.
peserta satu pintu. Wa ya qaum, ya qaum istaghfiru. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا سواء فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلقنا السماوات و...
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم إن كان ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أفلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق الله العظيم Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta terakhir dengan nomor urut 030. Kepada peserta nomor urut 030 dimohon maju ke mimbar takbir. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أن
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله.